بالعمر بتمرق مرة ما بتنعاد بالمرة اللي شايف حالها حياته بعدها مرة بالعمر بتمرق مرة ما بتنعاد بالمرة اللي شايف حالها حياته بعدها مرة الحلبي يوقف بستعداد يضرب لا تحيي البراءة تركت الأولاد سكنت والشهيد تحلى لازم سكر نزيدها إلا هي سكر يحلى لو لمسيته بإيدها أي شغلة حتى تحلى لازم سكر نزيدها إلا هي سكر يحلى لو لمسيته بإيدها كل شي عن حده بيزيد بالآخر رح لازم سكر نزيدها إلا هي سكر يحلى لو لمسيته بإيدها كل شي عن حده بيزيد